مش صباح بس الخير، صباح كل حاجة حلوة يا رب علينا جميعا. بداية الأسبوع الواحد كده بيبقى متفائل، إن شاء الله يبقى أسبوع علينا حلو، وكمان على نادينا العظيم اللي احنا كلنا بنعشقه بإذن الله، النادي الأهلي. قلناها الأسبوع اللي فات، ابتدينا كده نحس إن احنا بنقف على رجلينا مرة تانية بعد فترة ليست بالأفضل، وأمر طبيعي متقبلينه جدا. مفيش حاجة بتفضل طول عمرها رقم واحد أو بتفضل على طول بتنجح أو بتحقق، عادي جدا يعني بيبقى فيه كده بعض المشاكل أو الدروبات وبنرجع مرة تانية. المهم إن هي ما تاخدش فترة طويلة، بإذن الله نعود مرة تانية للأهلي اللي احنا نعرفه، وفكرة كمان الجماهير المساندة واللي احنا قلنا عنهم كذا مرة واللي هنقول عنهم كمان كتير يا كريم في الفترة طبعًا اللي جاية طبعًا. يعني حاجة بجد محترمة جدا. صباح الفل وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. بونجور. بونجورين، صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بداية حلقة جديدة، حلقة بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا من خلال متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة. وبما إن يعني استجدت بعض الأمور خلال الكام ساعة أو كام يوم اللي فاتوا، فإحنا أكيد عندنا النهاردة موضوعات كتير نتكلم مع حضراتكم فيها، إلى جانب طبعا أخبارنا المعتادة المتعلقة بكل الرياضات المحلية والعالمية، كمان إلى جانب الفقرتين الحواريتين اللي هيكونوا معانا في حلقتنا النهاردة. الفقرة الأولى بالمناسبة هينورنا من خلالها الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي اللي دايما بنسعد بوجوده معنا في البرنامج، وتاني وآخر فقراتنا الحوارية هتنورنا من خلالها دكتورة دينا أبو السعود، وأكيد حوار حول موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. طيب بص بقى، احنا خلينا نبدا عشان احنا النهارده عندنا ماتش، واكيد ماتش مهم جدا، ونبدا كلامنا بالمباراه بتاعه كاس مصر. واكيد زي ما احنا عارفين وكلام مش محتاج ان احنا نقعد نوضح النادي الاهلي وضعه الطبيعي ان هو بيشارك في كل البطولات والكلام اللي زي كده، بنتكلم محليا او قاريا، ده مصيرنا او ده احنا. على فكره احنا برضو لما بنشارك واحنا كلنا عارفين ده، احنا بنشارك من اجل الفوز، مفيش جدال في ده، والتاريخ هو اللي بيثبت هذا الكلام. عشان كده احنا الفريق الاكثر تتويجا بلغه الارقام بقى في كل البطولات المحلية والقارية، واعتقد ده من الطبيعي جدا ان احنا نكون المرشح الاهم للمنافسه على بطوله كاس مصر اللي هتبدا باذن الله يعني النهارده، وهنبدا فيها النهارده مباراه المقصه، ده في دور ثمن النهائي، مباراه في غايه الاهميه زي ما كنت بقول لحضراتكم. بس خلينا نتكلم شويه عن مجلس الاداره كده مبدئيا. مجلس اداره النادي الاهلي كان يعني واخد قرار، واعتقد ناس كتيره جدا استحسنت هذا القرار وقالت قرار في محله، لان انت ما ينفعش تبقى لما بتتظلم الناس بتيجي عليك مره واثنين وثلاثه وانت قاعد ساكت متوقع ان حقك هيجي، لا لازم في بعض الاحيان تاخد بعض الخطوات، والخطوات دي كانت بانسحاب او قرار الانسحاب من المسابقات اللي بينظمها اتحاد الكره، زي طبعا كاس مصر والسوبر المصري. وده كان يعني تاني رد فعل طبيعي جدا للي حصل في مباريات المقاولون وفاركو، والتعنت التحكيمي المبالغ فيه. عارف يبقى ممكن تعنت تحكيمي نعديه، بس ده مبالغ فيه يا جماعه، مش عارف اعديه، مش قادر. فطبعا ضد النادي الاهلي شيء بقى مضحك في الفتره الاخيره، واللي خلانا بالتالي نفقد نقاط مهمه جدا الموسم ده للاسف الشديد، حاجه يعني كانت مش طبيعيه بصراحه. النادي الاهلي طلب او طلباته كانت منطقيه جدا زي ما حضراتكم تابعتوا، كان ابرزها إقالة لجنة الحكام وإبعاد الحكم محمود عاشور عن إدارة مباريات الفريق. تاني وطلبات مشروعة، ولازم النادي الأهلي ككيان بيضم تاريخ وبيضم أسماء عظيمة وبيضم بطولات وميداليات وكؤوس ودروع وجماهير محترمة، إن هو كان لازم ياخد خطوات زي ما حضراتكم شفتوها، ده أمر بديهي جدا. فالمتوقع أو اللي شايف إن ده غريب هو حر، دي تبقى تحليلاته الشخصية، يمكن هو واخد ان هو يسكت لما يتظلم، لكن احنا اكيد لا، لان احنا كيان كبير، احنا مش بندافع عن شخص، احنا بندافع عن بعض، بندافع عن كيان. فيعني انا بساند جدا القرارات دي، واعتقد كلنا كأهلاوية، مش بس أهلاوية بالمناسبة يا كريم، ناس كتير جدا بتساند هذه القرارات، حتى الناس اللي ما لا لسه لها انتماء اصلا بالنوادي المحلية المصرية، يعني في ناس ما لهاش علاقة خالص، ناس مش مصريين بس بيساندوا المنطق في بعض الاحيان، بيبقى في حاجة اسمها مساندة المنطق. تسمح لي بس قبل ما نروح اقول تاريخ يعني كده بلغه الارقام، الاهلي والمقصه تواجهوا 22 مره، الاهلي فاز في 17، المقصه في 1، وتعادلوا في 4، ده برضو علشان حضراتكم تبقوا عارفين. هو الحقيقه يعني الموقف اللي حصل ده، النادي الاهلي مش بس بيسجل من خلاله موقف، لان هو متعرض بقاله فتره طويله للظلم وللتعسف الى اخره. هو الحقيقه المنطق اللي غايب ده خلى النادي الاهلي يبقى مصر كمان على فكره انه يحافظ على حقوقه، لان هو من خلال حفاظه على حقوقه هو بيحافظ على الشكل العام حتى لكرة القدم المصرية، لأن النوع وكواليتي المشاكل اللي كانت حاصلة الفترة اللي فاتت تسيء للمنظومة كاملة. بالظبط. يعني حقيقي، ويخلي وضعنا، وإحنا طول عمرنا وضعنا زي الفل يعني عربيا وإفريقيا،
حاجه ما ينفعش المفروض يكون يعني لا مساس بوضع كره القدم المصريه، لكن لما نكون بايدينا بنخرب وبندمر وبنشوه الصوره اللي طول عمرها جميله، مش عارفين ده في مصلحه مين الحقيقه. فبطبيعه الحال النادي الاهلي كان بيحافظ على حقوق كره القدم المصريه وبيحافظ على مبدا احقاق الحق، واللي بالمناسبه الفار كان المفروض انه يبقى يعني استجد في حياتنا الكرويه عشان يدي لكل ذي حق حقه، المفروض ان ده يكون الوسيله الوحيده المشروعه لاثبات الحقوق مش لتضييع الحقوق. المهم استكمالا للكلام اللي كانت نهاوند بتقوله لحضراتكم امبارح، بالفعل تلقى النادي الاهلي خطاب واضح جدا وصريح جدا من الاتحاد المصري لكره القدم. خليني اقرا لحضراتكم الخطاب زي ما جه بالظبط، وبعد كده اكيد هنعقب عليه لانه اكيد ترتب عليه امور مهمه جدا نحب ان احنا نوضحها لحضراتكم جماهيرنا في كل مكان. تلقى النادي خطابا من اتحاد الكره يؤكد فيه الاخير على الاستجابه والحرص الكامل منذ توليه المسؤوليه على تطوير منظومه التحكيم والارتقاء بالحكام لاعلى المستويات، وان الاتحاد تعاقد مؤخرا مع الخبير الاجنبي مارك كلاتنبرغ وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداء من 10/8/2022. وبخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، أكد اتحاد الكرة في خطابه على أنه بالفعل تمت إحالة هذا الملف كاملا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرغ بوصفه المسؤول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية وأيضا اتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية. لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية. أعتقد إلى حد كبير كلام منطقي وعقلاني، والحمد لله ان في استجابه للمنطق عشان الواحد كان قرب يفقد الثقه تماما في ان في ناس حابه ان المنطق يكون سائد. يا نهاوند، لا انا بتفق معاك، والخطاب ده يمكن او والرد خلينا نقول الايجابي ده هو استجابه او يعني حاجه، واستجابه هنا كمان اتحاد كره القدم يعني باختياره قياده جديده لمنظومه التحكيم وتسليمه كمان المهمه خلاص بشكل رسمي، وتحويل زي ما كريم كان بيتكلم ملف حكم الحكم يعني في مباراه الفار كمان، وفكره هنا ان انت بتبدا تدور على حقوق الغير، فدي كلها خطوات اعتقد او قرارات سليمه 100%، وحلو قوي ان احنا بنتخذها او بنشوفها على ارض الواقع، لان هي اكيد اكيد بتتماشى مع هنا فكره اللوائح المنظمه والعداله. يعني بعد ما احنا كمان بنتكلم عن عرض الامر بشكل كامل على مجلس اداره النادي، كمان تقرر مشاركه الفريق في بطولتي هنا كاس مصر والسوبر المصري بالتوفيق ان شاء الله. يعني انت من ناحيه بتشتغل على يعني رجوع او استرداد حقك، ومن ناحيه ثانيه انت برضو بتشارك في البطولات اللي هي ما عندكش فيها اي مشكله او غيره، وانت بتستعد ليها بشكل رسمي. فبالتوفيق ان شاء الله في الخطوات اللي جايه للنادي الاهلي، ولسه في مهمه صعبه ولسه في ضغوطات برضو في الملعب عشان محدش يفتكر ان الموسم ده هيكون افضل من اللي قبليه. بالعكس على فكره، وممكن الموسم ده كريم يبقى اوحش ويبقى مضغوط اكتر لو ما تمش ايجاد حل. يعني هي دي النقطة اللي احنا بننتظر زي ما كريم قال المنطق فيها إلى حد كبير، فهنشوف الأيام هتبين. أعتقد وده طبيعي جدا وسوي جدا ومنطقي جدا إن أي فريق في الدنيا هيكون اتعرض لتمن اللي اتعرض له، مش هقول لكم حتى ربع، تمن اللي اتعرض له النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، أكيد كان هيطالب بنفس المطالب، وهي في الأول وفي الآخر مطالب مشروعة. وبعدين الموضوع شارح نفسه مش محتاج تفسير كتير، يعني 1+1=2، النادي الأهلي طلب طلبات منطقية جدا وكلها دفاعا عن حقوقه المشروعة جدا، والرد الحقيقة من اتحاد الكرة كان يعني بالشكل اللي حضراتكم شفتوه كده، واللي بيضمن للنادي تحقيق مطالبه. وبناء عليه من الطبيعي جدا إننا نرجع نشارك تاني في مباراة يعني النهاردة ونكمل المنافسات، طالما ان حقوقنا محفوظه بدون الدخول في اي ازمات مع اي فرد او مع اي جهه. يعني احنا ملناش هدف تاني غير الحفاظ على مصالح النادي الاهلي في كل مكان والدفاع عن كل فرقه رياضيه في كافه المنافسات. وتاني لازم تكون المبادئ اللي احنا عارفين ان هي طول عمرها من الثوابت لابد وان تظل من الثوابت، منها العداله، منها يعني حاجات كتير قوي يا حضرات الفتره الاخيره ابتدت تتضرب في مقتل، فما ينفعش الوضع يستمر على ما هو عليه، واتمنى ان شاء الله ان اللي جاي يكون اظبط بكتير يا مسهل. ان شاء الله. تعالى بقى نروح لماتش المخاصه النهارده عشان نتكلم اكتر ونعرف يعني هينزل لحضراتكم دلوقتي طبعا القائمة، قائمة بتضم 21 لاعب تحديدا، أسماء كتير مهمة وأسماء كتير من الناشئين. لو احنا هنتكلم هنا خليني أقرأ معاكم الناشئين تحديدا، لو بنتكلم عن أحمد سيد غريب، محمد نصير، أحمد سيد عبد النبي، محمد فخري، محمد أشرف بكري، زياد طارق،
ميدو، نبيل، محمد، احمد، كل دول اسماء. احنا عندك كده 8 لو انا عديت صح، 8. ف8 من الشباب عندك او من الناشئين، ده شيء اعتقد في منتهى الايجابيه، حاجه محترمه جدا لما انت تبتدي تدي ثقه بشكل كبير. وقلنا الكلام ده قبل كده، وعلى فكره نوادي ثانيه بتعمل المناسبه، مش احنا بس يعني. يعني مش طالعين نقول على فكره احنا عملنا اللي ما يتعملش، او ان احنا يعني احنا عندنا اخترعنا حاجه، لا. بس انت بتعتمد على الشباب بتوعك او على الناشئين بتوعك في فتره انت محتاجهم جدا. بس العبره بقى في ايه؟ العبره من نادي لنادي، الناشئين دول او الشباب دول بيثبتوا نفسهم قد ايه في الملعب. احنا عندنا الحمد لله الفتره اللي فاتت على مدار السنين طويلة جدا ما فيش مرة تم الاعتماد على حد من الناشئين إلا وكان أداه وزيادة. صحيح. وبعد لما بياخدوا الفرصة بيكملوا بشكل محترف كمان مع الفريق الأول، وبيفضل يعني الناشئ حافظ مكانه زي ما بتقال. وقلنا أسماء كتيرة جدا خرجت من الناشئين أو عندنا في ناشئين الأهلي، يعني قلنا محمد الشناوي وإكرامي وحسام غالي وحسام عاشور وعماد متعب وغيره. فأسماء فعلا محترمة، واللي احنا قلناهم دول الثمانية دول أسماء أيضا محترمة بالتوفيق ان شاء الله. عايزين نشوفهم قريب مع الفريق الاول، احنا في حاجه لده. واحنا لو انت فاكر يا كريم اتكلمنا الاسبوع اللي فات برضو في النقطه، فكره كان مش فاكره كان مين، كان كابتن ماهر همام تقريبا اللي كان معانا، لما قلنا احنا الفكر الجديد فكره ان انت تطور كره القدم المصريه، برضو جزء منها ان انت تشتغل على الناشئين، مش بس الناشئين ان انت تهتم بيهم، لا كمان الفكر والقائمين على تدريبهم والمدربين وغيرهم، المنظومه ككل. وبعد كده لما بتديهم الفرصه ازاي ممكن ان هم يحافظوا عليها، دي كانت نقطه كويسه جدا. ممكن ان هي توفر لك كمان على الشق المادي شق يعني او جزء كبير جدا، ان انت بتبقى مش محتاج تعمل صفقه بارقام كبيره، لا طب انا عندي ابن النادي بيحمل بقى روح النادي والفانيلا الحمراء والمبادئ بتاعتنا، متربي يعني زي ما بيتقال كده شارب النادي الاهلي، بيفرق كتير جدا على فكره، غير لما واحد جاي بياخد فلوس مقابل ان هو بيلعب لنادي معين. الموضوع بيبقى بيزنس في الاول وفي الاخر، احنا اكيد بنبقى شايفين فرق كبير. فحلو قوي اللي احنا بنشوفه ده، وان شاء الله خير يعني الفتره اللي جايه. التفصيله اللي انت بتتكلمي عليها كمان بانت قبل كده اكتر من مره، والمبدا نفسه بيبان، بيبقى يعني الحقيقه واضح بشكل كبير جدا، فكره الروح القتاليه اللي موجوده عند اللعيبه. وبعدين الحقيقه كلمه حق لازم تتقال، النادي الاهلي برضو طول عمره دي برضو مش حاجه جديده، عنده مصنع ابطال سموه، خط انتاج لابطال مستقبليين سموه. المهم ان احنا دايما عندنا ثقه كبيره جدا في ناشئي النادي الاهلي اللي دايما الحقيقه بيثبتوا نفسهم اذا ما اتيحت ليهم الفرصه، سواء الفرصه جت بشكل طبيعي يعني تلقائي ان تبادل ادوار، اجيال بتسلم اجيال، او ان يبقى في ظروف استجدت تستدعي ان احنا نتعامل مع اللعيبه دول ونجيبهم وندخلهم في الفريق الاول. وده اللي حصل، وكل مره الحقيقه ايا كان الزمن اللي حصلت فيه وقعه مشابهه دايما ناشئين وقت مانويل لو انت فاكر ده كتير، ده لا وقت صالح سليم كمان، كابتن صالح سليم الله يرحمه، ده حصل كتير. وكل مره بيثبتوا نفسهم الحقيقه، دي كلمه حق كان لازم تتقال في حق القائمين على مصنع ابطال النادي الاهلي المستقبليين. على ذكر ابطال النادي الاهلي لازم تقول برضه، لازم برضه نقول لحضراتكم كلمه حق، ان دايما يعني اللجان المختلفه في النادي الاهلي ولا سيما لجنه الطفل دايما بتقوم بنشاطات محترمه جدا ومفيده جدا ومهمه جدا. لجنه الطفل في النادي الاهلي طبعا بالتعاون مع اللجنه العليا للجان وتحت اشراف الاداره التنفيذيه نظموا حاجه اسمها متجر الطفل، وده اللي بيتم من خلاله عرض وتبادل يعني مستلزمات الاطفال الرياضيه واعمالهم اليدويه والكتب القديمه الخاصه بيهم والمجهولات اليدويه والاكسسوارات اللي هم بنفسهم عاملينها بايديهم، حاجه لطيفه جدا. وفكره التنافسيه كانت متحققه من خلال هذا الامر، وكمان فكرة تعليم الطفل تحمل المسؤولية والاستقلالية وبدون أي تدخل يذكر من أولياء الأمور كانت حاجة عظيمة جدا. تعالوا نتعرف على شوية تفاصيل تخصها من خلال التقرير ده، اتفضل. الحقيقه طبعا انا متجر الطفل الفكره دي جات لنا السنه اللي فاتت، كانت من عضوه في الشيخ زايد اقترحت علينا ان احنا نعمل فكره زي فكره رياده الاعمال. الحقيقه الفكره عجبتنا جدا، طبقناها السنه اللي فاتت في الثلاث فروع وكانت نتيجه مبسوطه جدا جدا. كان بعدد قليل بس كنا حوالي 50 ترابيزه في كل فرع، بس سابت اثر كبير جدا والناس انبسطوا بيها والولاد كانوا سعداء بالتجربه. خدنا من الفكره دي ان احنا كنا ازاي نعود الاطفال ان هم عندهم استقلاليه، عندهم اعتماد على الذات، ازاي يبقى عندهم فكره ان البيع والشراء من غير الاعتماد على ولي الامر. وكان اهم الاساسيات اللي احنا خدناها السنه دي بقى من التجربه بتاعت السنه اللي فاتت
ان احنا زودنا العدد، بقى عندنا في كل فرع 100 طفل، وتم الكلام ده في مدينه نصر يوم الخميس، وامبارح في الشيخ زايد، والنهارده كان في الجزيره. احنا مبدئيا في الاعلان الرئيسي للايفنت اللي نزلناه على الجروب الواتس الخاص باولياء الامور اللي كانوا بيشاركوا معانا اولادهم في كل الايفنتس اللي قبل كده، نزلنا اعلان رسمي ونزلناه على صفحاتنا على الفيسبوك، اعلنا فيه الرولز بتاعتنا، ايه المنتجات اللي ينفع نبيعها للاطفال، البرايسز ايه، البرايس رينج بتاعنا، وكمان الاعمار من 7 سنين ل 14 سنه. الاطفال ابتدت تسجل معانا في العلاقات العامه في الاهل الجزيره. احنا مش اول مره نعمل متجر الطفل، واللجنه العليا للجان عملته قبل كده اكتر من مره، واحنا هنا في لجنه الطفل حاطين اهداف من الاول خالص ان احنا نقدم للطفل فاليو. ده هدفنا، ان انت الطفل يجي يلعب وكي ويتبسط وكل حاجه، بس في الاخر لما تيجي تحضر ايفنت تبع لجنه الطفل لازم تكون بتحصل على قيمه. ما شاء الله ما شاء الله التفاعل، بقى لنا 3 ايام في الثلاث فروع، يعني احنا ما كناش متوقعين ردود الافعال القويه قوي دي من الاطفال ومن اولياء الامور، لان فعلا الموضوع فارق جدا مع الاطفال، ان هو حاسس بنفسه، شايل مسؤولية، مهتم قوي بالموضوع، وحاطط الحاجات وعارضها بشكل جميل، وكل واحد عنده فكرة ازاي هقدر اسيطر على المتجر واخد اكبر عدد من الناس تيجي تشتري مني. فالموضوع يعني طلع اكبر من طموحاتنا احنا شخصيا. انا ببيع اكسسوارز، ومامتي وبابايا هما اللي قالوا لي ان انا ابيع، وايه وهما اللي خلاني وجيت هنا، وبقالي سنتين جاي وكده، وايه وببيع اكسسوارز وحلقان، واخواتي بيبقوا معايا. انا ببيع اكسسوارز وببيع حلقان ونكلس وغوايش وحاجات كده. النهارده ببيع اكسسوارز وهاند وحاجات هاند ميد، والنهارده انا مبسوطه عشان ببيع، وجربت النهارده ان ابيع من غير بابي ومامي. انا في المتجر انا ببيع دباديب و وبازل وحكايات ستوريز واكسسوارز، حاجات كتيرة قوي، ولوحة أنا رسمتها. النهاردة احنا بنبيع اكسسوارز في الترابيزة، والنهاردة كان يوم حلو قوي قوي قوي، وبسطنا وبنبيع حاجات كتير، وكان يوم حلو، كنا بنشتري من بعض وبنبيع من بعض، والاحتفال كان فظيع، ودونا بلالين وعملوا حاجات حلوة قوي قوي قوي. حلو الحاجات دي، انا بحبها، لان انت بتعلم الطفل ازاي يبقى واثق في نفسه، ازاي يعتمد على نفسه، ازاي ينمي مهاره، مش قصه بس ان انا بضيع وقت او بسلي وقت الاطفال، لا، حلو قوي نزرع ده من الاطفال من هم صغيرين. انا اعتقد دي حاجه كويسه قوي، ف ما تطلعش بني ادم تافه في الاخر. في ناس تافهه على فكره كتير. والله يعني بنقابلهم ناس تافهه، فده بيبقى سببه ان انت في النشء كنت تافه، او اهلك كانوا دايما مش بيعلموك حاجه، مش عارفين ازاي ربوك ان انت ممكن تبقى شخص منتج في المجتمع. ده بينا مش بس في مصر، انا بتكلم في اي حته في العالم ملوش سن، انت ممكن تلاقي حد فوق الـ50 يا كريم وتافه كفكر بني ادم ما يحترموش. ففكره البيز من البدايه يبقى كده، انا شايفه ان دي خطوات ايجابيه جدا. وفكره ان انا في لجنه الطفل في النادي الاهلي ماشي بنفس السياق مع هنا مبادئ برضو الدوله، وفكره النشء والاهتمام بالاطفال المصريين وغيره وغيره، وانشاء مواطن مصري سليم، انا اعتقد في يعني ترادف هنا كويس جدا. فلا بالتوفيق طبعا، وعايزين نشوف من ده كتير يعني. تعالوا بقى نروح لرياضه اخرى، وهي منتخب الكره الطائره تحديدا. امبارح كانوا التقوا بسياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. عايزين نقول برضو مبروك لكل الوزراء اللي تم تمديد الثقه ليهم، وشكرا لكل وزرائنا على الفتره اللي قضوها، ناس بجد منهم كتير محترمين وقدموا كتير. فبالتوفيق ان شاء الله لكمان للي جاي. عايزين حكومه باذن الله يعني تنجح، ويبقى في دايما كده شغل على الارض زي ما كان الفتره اللي فاتت باذن الله، وتكون احسن كمان. كل التوفيق في ان شاء الله للحكومه الجديده. على كل حال، هم التقوا بسياده الوزير قبل لما يسافروا سلوفينيا عشان يشاركوا في بطوله العالم. وعايز اقول لحضراتكم برضو، هي البطوله تحديدا من يوم 28 اغسطس لغايه يوم عفوا من 26 اغسطس ل 11/9. خلينا نتابع ونرجع نكمل. أنا بتشرف بمقابلتكم، بتشرف بمقابلة منتخب مصر،
وطبعا مجلس الاداره الموقر والجهاز الفني والاداري. الالعاب الجماعيه يعني بتشكل كده حاجه كبيره لينا كلنا وجدان كل المصريين. احنا يعني يمكن عملنا شعار كده الرياضه المصريه مش كوره وبس، والفتره اللي فاتت اهتمينا جدا بالالعاب الفرديه، ويمكن محينا من ذاكره الشعب المصري ومن عندنا كلنا مصطلح كان بيتقال العاب شيدي، قلنا مفيش حاجه اسمها العاب شيدي. واكيد يعني اهتمام فخامه الرئيس بالرياضه المصريه اهتمام يعني كبير جدا، وده راس الدوله وهو رياضي، وده بينعكس علينا كلنا. الالعاب الجماعيه ما بعد كره القدم يعني الهاندبول ليه تاريخ ماشي كده متسلسل بشكل او اخر، في كلنا عارفين يعني شكل من الانضباط، والحمد لله يعني بتمشي الدنيا بخطوات ثابته. السله اتعدلت يعني دلوقتي وانا مركز فيها جدا جدا زي الفل، بس برضو ازاي ان هي تبقى على التراك ودلوقتي بقت على التراك. الفولي ان شاء الله ان شاء الله انا شايف ان هو بقى ماشي على التراك وهيكون زي بقيه الالعاب اللي باقيه لنا. طبعا احنا كلنا مع الجانب الاداري والحاجات اللي موجوده، لكن يمكن ده الاتحاد اللي فيه فتره طويله جدا كان فيه حاجات اداريه انعكست على ولادنا، يعني المشاكل الاداريه انعكست، وده كان ما نقدرش نحكم على اولادنا، ده ظلم لاولادنا. لكن دلوقتي احنا بنحقق قدر من الاستقرار اللي ان شاء الله يعني مش هينفع ان احنا ما نكونش في مكاننا الطبيعي. اكيد كل جيل لازم هيشيل هذا الموضوع، والفولي بالذات يمكن انا الله يرحمه الكابتن جابر عبد العاطي سافرت يوم والكابتن الحصري موجود مع الفريق وهم لسه خارجين من ثانويه عامه والاعداد بتاعهم اقل، واتكلمت معاهم وقلت لهم انا ماشي، بس انتوا بتعملوا حاجه وفي قلب جمهور وفي قلب بلد وفي قلب وفي قلب وفي قلب وفازوا مش كده؟ الحمد لله رب العالمين. وكان بالفعل برضو الهاندبول وفرقه واحده اللي هتفوز وتطلع الاولمبياد، تصفيات افريقيا في الهاندبول فريق واحد بس اللي هيطلع، يروح لهم ليه الفريق الواحد ما يكونش مصر حتى لو في تونس. طبعا احنا مسافرين النهارده ان شاء الله الساعه 9 بالليل كده. طبعا الفريق يعني مبسوط باستضافه الوزير لينا في الوزاره يعني، وما كناش متوقعينها بصراحه، بس كل الناس مبسوطة يعني ومستعدة للبطولة إن شاء الله، وعايزين نقدم يعني أقوى أداء ممكن يعني. طبعا احنا معسكرين بقالنا فترة مع المنتخب مع كابتن حسن، بقالنا تقريبا أكتر من شهرين. الفرقة بتعمل اللي عليها وتمرنا على أقصى درجة يعني في حدود المتاح، وطبعا وزارة الشباب بتقدم لنا الدعم ودايما بتحاول تساند يعني الألعاب الجماعية والفردية يعني دايما. طبعا كان في تحميل الفتره اللي فاتت بدني حمل عالي يعني، ومطلعين معسكر اهوت بره ان شاء الله هنلعب 5-6 ماتشات مثلا، فان شاء الله بحيث ان احنا ندخل البطوله نبقى على اتم استعداد يعني. ان شاء الله باذن الله. احنا استعداداتنا كانت زي ما انتم عارفين بقالنا 20 يوم بنستعد، لان اخذنا فتره طويله بعد دوره البحر الابيض المتوسط، فاحنا كانت استعداداتنا مبنيه على الاعداد البدني والمهاري بحيث ان احنا نقلل الاخطاء الشخصيه بالنسبه للعيبه، وكنا في انتظار معسكر زي معسكر سلوفينيا اللي احنا مسافرينه بالليل ان شاء الله باذن الله، علشان نعمل 4 أو 5 مباريات وديه باذن الله. عندنا 4 مباريات وديه وبنسعى ان احنا نكمل الخمسه ان شاء الله. عندنا ماتشين مع سلوفينيا، عندنا ماتش مع تركيا، ماتش مع الكاميرون، ان شاء الله باذن الله يكونوا استعداد كويس لينا في البطوله باذن الله. سعداء جدا جدا بدعم معالي الوزير لينا، سعداء جدا بوجودنا هنا في الوزاره، لان دايما معالي الوزير معودنا ان قبل البطولات المهمه ان هو دايما بيشد من ازر اللاعبين وبيشد حتى من ازرنا احنا كمان على المستوى الشخصي كجهاز، لكن ان شاء الله باذن الله اتمنى ان احنا نكون عند حسن الظن ونقدم اداء يكون مرضي لجماهير الكره الطايره المصريه باذن الله.
طبعا لقاء مهم جدا ومفيد جدا ومفيش ذره شك في انه اكيد هيشكل حافز ويدافع معنوي كبير للجهاز الفني ولكل لاعبتنا اللي اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم ان شاء الله. كمان من الاخبار الحلوه يا حضرات تتويج منتخب مصر لناشئات كره السله بالميداليه الفضيه في بطوله افريقيا تحت سن 18 سنه المقامه في مدغشقر خلال الفتره من 5 الى 14 من اغسطس. اللي حصل كالاتي: جاء منتخب مصر في المركز الثاني بعد الخساره في دور النهائي من منتخب مالي، وكان صعد منتخب مصر الى دور ربع النهائي متصدرا المجموعه الثانيه بعد الفوز في جميع مبارياته، حيث فاز منتخبنا الوطني في المباراه الافتتاحيه على غينيا نتيجة 111-38. كمان تغلب على المنتخب التنزاني بنفس النتيجة، وفي ختام المجموعة يعني فازت فتيات مصر على منتخب أنجولا بنتيجة 67-58. كمان تغلب على منتخب الجزائر في دور ربع النهائي، حيث حسمت الأمور لصالح لاعبات منتخبنا الوطني في المباراة بنتيجة 88-44. واستطاع منتخب مصر للشابات ضمان التأهل إلى كأس العالم تحت سن 19 سنة بعد الفوز على مدغشقر في دور نصف النهائي بنتيجة 88-66. طبعا إنجازات مهمة جدا ومحترمة جدا، وبنتمنى المزيد من النجاحات لكل لاعباتنا في الفترة الجاية إن شاء الله. طيب تعال بقى نروح لموضوع كان مهم، لأن هو صادر من جريدة كبيرة قوي وجريدة مش محلية، وفي نفس الوقت أثار غضب ناس على السوشيال ميديا. صحيفة ديلي ميل البريطانية اتكلمت، بس اتكلمت بشكل فيه حدية شديدة جدا، وجهت فيه انتقاد لاذع زي ما بيتقال للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب هنا اختيارات يا كريم المرشحين بقى للحصول على جائزة الأفضل من يويفا لعام 2022. طيب ليه ده حصل؟ القائمة ضمت يعني القائمة النهائية ضمت للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم، هنا بنتكلم 21-22، أسماء كتيرة جدا منهم على سبيل المثال كريم بنزيما، طيب كيفن دي بروين، طيب فين محمد صلاح؟ أقول لكم بقى، للأسف احتل محمد صلاح فيها المرتبة السابعة في القائمة خلفا لروبرت ليفاندوفسكي. روبرت ليفاندوفسكي بالمناسبة فاز بيها 2020 لو أنتم فاكرين، وبرضو خلفا لساديو ماني اللي هو احتل تقريبا المركز الخامس فيها حاجة زي كده. طيب الصحيفة علقت كده تحديدا يا كريم وقالت، عشان برضو زي ما اتقال أقول لحضراتكم تحديدا، هي أضافت أو قالت كده: لا صلاح، يعني معقولة لا صلاح مش معانا، بطل ليفربول بيغيب عن قائمة أفضل لاعب في أوروبا من يويفا بينما دي بروين متواجد. وأضافت هنا كمان: الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتواجد في قائمة الثلاثي المرشح لأفضل لاعب في أوروبا. هي كل ده بتتساءل، وعلى الرغم من فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين الإنجليز. طيب تبعت كمان وقالت: صلاح سجل 23 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، نال الحذاء الذهبي مع هيونغ مين سون نجم توتنهام، وفي دوري أبطال أوروبا سجل أيضا 8 أهداف وقاد ليفربول لتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وساعد الريدز في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا. وأنهت كده الصحيفة يعني التقرير، قالت بالمقارنة كمان: سجل دي بروين 15 هدف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ومرتين في الدوري حيث فاز منتخبنا في أبطال أوروبا، وأقصى كمان من ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. طيب ده الكلام اللي هي قالته تحديدا، واللي زي ما كنت بقول لحضراتكم هي انتقدت فيه بشدة الاختيارات وجابت بلغة الأرقام، يعني هي انتقدت الأسماء وكانت صريحة. طبعا احنا ما عندناش هذا النوع من الصحافة الرياضية اللي هي عندنا ممكن نوع تاني خالص. يعني هنا لما بنيجي ننتقد مش بننتقد شخص اللاعب، هما ما انتقدوش شخص اللاعب، هما لما اتكلمت على دي بروين مثلا الصحيفة قالت لك هو فاز بواحد اتنين تلاتة بالأرقام بينما صلاح واحد اتنين تلاتة، فهو ده الانتقاد. هي لا تعيب في شخص اللاعب أبدا ولا تقلل منه، هي بتتكلم في لغة الأرقام إزاي ده تم ترشيحه يعني بالأرقام دي مقارنة بمحمد صلاح بالأرقام دي. هو ده التساؤل وهو ده اللي أثار غضب يعني جمهور كبير جدا في العالم كله. فعلا حاجة غريبة، أنا لحد دلوقتي من الناس اللي مش عارفة بيتم الاختيار على أي أساس، لما يبقى المنطق برضو غايب إلى حد ما، الأرقام غايبة، فبيتم الاختيار على أي أساس؟ مش غريب عارف. قوي الخبر ده، وغريب قوي الترتيب اللي بتقولي إن محمد صلاح موجود فيه في القائمة، يعني فعلا عجيب، يعني شيء عجيب.
عموما يعني جت على دي يا كريم. صحيح. خلاص بقى. يعني مش اعجب من اللي عندنا. احنا عمالين نستغرب كل يوم على المستوى الشخصي والمستوى العملي وفي الحياه عادي يعني. طيب تعالي نروح بقى الموضوع تاني ما فيهوش اي عجب لان ده يعني الى حد كبير منطقي نظرا طبعا لعامل السن ما فيش شك. تعالوا نروح يا حضرات لقصه اعتزال الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد طبعا بيعتزل مجال تدريب كره القدم. امبارح خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهه الميريا في الجوله الافتتاحيه من الموسم الجديد في الدوري الاسباني قال انشيلوتي ان مرحله ريال مدريد ستكون هي المرحله الاخيره لي في مجال التدريب وبعد انتهاء المسيره مع النادي ساعلن اعتزالي لمجال التدريب تماما. اضاف كمان وقال لدي شغف كبير في هذه الرياضه والحماس لتدريب افضل فريق في العالم. إنها لحظة جميلة جدا أعرف أنه سيأتي يوم وأغادر وأريد أن أبتعد عن ذلك اليوم قدر الإمكان كوني سعيدا بتدريب هذا النادي. طبعا أنشيلوتي كان رجع لتدريب ريال مدريد في الولاية الثانية ليه بعد يعني أو كان تحديدا بداية من الموسم اللي فات بعد رحيل زين الدين زيدان ونجح في تحقيق لقب الدوري الأسباني دوري أبطال أوروبا السوبر الأوروبي وكمان كأس السوبر الأسباني. في ولايته الأولى مع الفريق سنة 2013 استطاع أنشيلوتي أنه يعني يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا. الحقيقة إنجازات كبيرة جدا جدا. وكارلو أنشيلوتي اللي من حضراتكم يعني إيه الأجيال الأقدم شوية عارفة الاسم ده وعارفة حجم الثقة لهذا الاسم كلاعب وكمدرب وده من يعني من المرات النادرة اللي يعني لاعب ويتحول لمدرب ويفوز بنفس الألقاب. لا دي ظاهرة ما بتتكررش كتير. ما هو ده بقى اللي أنا مستغرباه يعني هو لسه عنده كذا سنة يقدر أو لسه عنده من الخبرة ولسه عنده من القدرة إن هو يستمر. أنا مش فاهمة ليه هو قال لك إيه بقى؟ قال لك أنا عايز أقضي وقت مع أحفادي ومع زوجتي وأسافر وألف معاها العالم لأن أنا كنت طبعاً التدريب منشغل برضه. عنهم خالص طول السنين اللي فاتت. كويس. على فكره دايما العذر ده بيلاقي الاستحسان عند ناس كتير بيبقى وليه تقدير واحترام عند ناس بس كتير. بس هو اسم كتير يعني ناس هتحزن مش هقول هتغضب هتحزن أكيد. لما يرحل عن ساحه كره القدم العالميه لان هو اسم فعلا تقيل سواء في الملاعب كلاعب او في مجال التدريب فعلا يعني شلوت من المدربين العظماء لا جدا جدا يعني على كل حال مقبول طبعا الطلب ده هو برده ما هوش صغير انشيلوتي ما اعرفش دلوقتي كام سنه بس هو يعني مش صغير ابدا احنا على كل حال ده في ناس عندنا بتبقى عايزه تطلع معاش على 45 ده احنا والله اعرف ناس يقول لك انا يقول لك حلو كده اوصل 45 واخد بيت في الجونه واقعد يعني كده اللي هو حقق كل حاجه في حياته خلاص والله العظيم احنا في عالم تاني. بونجور يا دكتور محمود صباح الخير وصباح الهنا وبدايه الاسبوع كده دايما بنحب حضرتك تبقى معانا عشان نطمن كمان الايام اللي جايه اخبارها ايه مش بس النهارده طمنا كده يعني هذا الاسبوع بيحمل من درجات الحراره المرتفع منها ولا المعتدل ولا الوضع ازاي اتفضل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك دكتور نوند وعلى استاذ كريم اهلا بيكم وبكل مشجعي النادي الاهلي. طبعا احنا شهر اغسطس ما زال هو المسيطر خلال هذه الفترة في منخفض الهند الموسمي بيسيطر عليه بشكل كبير امتداده بشكل كبير جدا على البحر المتوسط ثم بعد ذلك بيتأثر علينا برياح شمالية غربية كل هذه الرياح إلى حد كبير بتعمل على اعتدال شوية في درجة الحرارة لكن ما زال هناك ارتفاعات ملحوظة في نسب الرطوبة رغم أن الأيام اللي جاية تشهد درجات حرارة ما بين 33 و34 درجة على القاهرة في الظل إلا أن ارتفاعات نسب الرطوبة بتخلينا نوصف الطقس ده أنه شديد الحرارة. إزاي 33 درجة وشديد الحرارة؟ لأن ارتفاع نسب الرطوبة هتخلينا نشعر بحالة الطقس كما لو كان 38 و37 درجة مئوية. الأجواء دي مستمرة معانا إن شاء الله حتى نهاية شهر أغسطس. ما زال الفترة دي منخفض الهند مسيطر بشكل كبير. يعني الى حد كبير بنقدر نقول ان الطقس على القاهره والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وشمال الصعيد ايضا الطقس شديد الحراره رطب خلال فترات النهار. السواحل الشماليه بيكون حار رطب درجه الحراره من 30 ل 31 درجه هناك لكن ارتفاع نسب الرطوبه بتتجاوز ال 90 و 95%. لما بنبعد شويه عن الشواطئ بنستشعر هذه الرطوبه انما طبعا كل ما اقتربنا من الشواطئ كل ما كان الجو طبعا افضل ما يمكن. فترات الليل الطقس بالفعل على المناطق الداخليه القاهره وجه بحري هذه المناطق بيكون حار اما السواحل الشماليه فبيميل للحراره. سبوره مائيه بتكون خفيفه الصبح بدري الحمد لله ما فيش اي مشكله على الطرق
الرؤية واضحة تماما على كل المسافرين على الطرق، سبورة خفيفة جدا ومفيش أي الحمد لله أي ظواهر جوية ممكن تؤثر على الأنشطة اليوم. طيب دي نقطة مهمة موضوع الشبورة، لأن ناس كتير زي ما كنا بنتكلم قبل كده بتبقى عايزة ترجع من السفر سواء من الساحل أو الغردقة أو جون واتيفر يعني في الفجر أو يعني أول أو يعني ما أعرفش بقى لما بيصحوا ولا لما بيهي. هو ده أفضل يعني وقت، أفضل وقت للسفر فعلا، لأن الشمس طبعا بتشد وبتحمى شوية بعد الساعة 9 10 الصبح، فطبعا أفضل وقت للسفر الصبح بدري أو بعد يعني بعد العصر كمان، لأن الفترة اللي هي الساعة 3 و4 دي لسه بتبقى الأجواء مشمسه بشكل كبير. يعني على الساعه 5 بتبدا نتحرك او الصبح بدري بعد الفجر، فالحمد لله ما فيش سبوره ممكن تاثر على كويس. دي نقطة مهمة جدا، شكرا ليك جدا دكتور محمود. شكرا لحضرتك. السفر الفجر ده بالنسبة لي يعني قاتل حتى لو بالطيارة، ده في ناس ما بتعرفش تسافر غير في التوقيت ده، بس لا 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 يعني إيه، عرفنا ان الجو هيكون شديد الحرارة رطب ما تبقى من الشهر، فربنا يعني يسترها علينا. بس انا بحب جميع شهر اغسطس عشان اتولدت فيه، لكن بس كده ما بحبش حاجة تانية فيه، يعني عايزاه فعلا يخلص بقى. بس عايز اقول لك على حاجة، نحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وظهر، لان لو حضراتكم بتتابعوا الفترة اللي فاتت حتى لغاية الكام يوم اللي فاتوا، اولا انت عندك سيول في توقيت غير منطقي بالمرة على اماكن غير منطقية بالمرة، عندك سيول في منطقة الخليج، دول الخليج كان في سيول، اليمن كانت الدنيا خربانة فيها سيول، ناهيكي بقى عن حرائق الغابات اللي خربة الدنيا في اوروبا وبالذات فرنسا. بس دي كل فترة دي الغابات دي حاجة المناخ خارب الدنيا طبعا طبعا. بس الحمد لله نقدر نقول برضو يا كريم رغم كل ده جونا من افضل الجو الموجود في العالم بجد طبعا. يعني لحد دلوقتي فعلا دي ميزة عندنا الحمد لله، ودايما حتى مع تغيير المناخ اللي انت بتقول عليه والتاثير، طبعا تاثيره كمان كذا سنه ربما مش هيكون جيد ابدا، دي حسب دراسات يعني مش وقته دلوقتي نتكلم فيها، بس حتى مع تغيير المناخ اللي حاصل في العالم كله واثاره عندنا في مصر الى حد كبير برضو الدنيا مظبوطه شويه، فمحظوظين طبعا من الحته دي. على كل حال خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. عودة مرة تانية لعشرة الصبح بالأهلي، أهلا بكم من جديد. تعالوا بقى حضراتنا نعرف إيه المستجدات في النادي الأهلي في فروعه المختلفة وفي فرقه المختلفة من خلال زميلتنا سالة حامد، هي موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليك يا سالة، تفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما أنت قلت يا كريم حاليا أنا متواجدة داخل لمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. وخليني أبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر ريكاردو سواريش، ويمكن النهاردة إن شاء الله يعني هو وجميع لاعبي النادي الأهلي عندهم مواجهة مهمة أمام مصر المقص في الدور ال 16 من بطولة كأس مصر، واللي هتقام النهارده إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء على استاد الأهلي والسلام. ده بالنسبة لمباراة اليوم. خليني كمان يا كريم وأنا هوندا أكلمكم شوية عن يعني آخر استعدادات الفريق قبل مباراة النهارده. يمكن امبارح يعني كان المران الختامي بالنسبة لفريق النادي الأهلي على ملعب مختار التتش، يمكن قبل المران ما ينطلق يعني عقد ريكاردو سواريش زي محاضرة بالفيديو أو محاضرة أو فيديو ميتنج يعني مع لاعبين النادي الأهلي الحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة مصر المقصة، وطبعا يعني كل النقاط الضعف والقوة اللي عند لاعبي مصر المقصة عشان طبعا يركزوا عليها لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة. ويمكن يعني بعد المحاضرة خاض لاعبي النادي الأهلي التدريبات بشكل طبيعي سواء التدريبات بالكرة أو يعني كل التدريبات اللي ليها علاقة بالجانب البدني. كمان على هامش المران يعني عمرو السولية وطاهر محمد طاهر يعني كانوا موجودين على هامش المران وكانوا بيواصلوا البرنامج التأهيلي الخاص يعني بكل لاعب مصاب، يمكن ده طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم. يمكن يعني البرنامج التأهيلي كان عبارة يعني عن شوية يعني جري حول الملعب أو بعض التدريبات في صالة الجيم، واللي يعني دي كلها من ضمن البرنامج التأهيلي المحطوط لهم طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم. كمان احمد عبد القادر واحمد نميل كوكا يعني كانوا متواجدين في التدريب بشكل طبيعي وكانوا يعني بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي مع لاعبي النادي الاهلي وكانوا مشاركين في التدريب بشكل كامل، فهم كمان مستعدين ان هم يكونوا متواجدين النهارده في مباراه اليوم مع كل لاعبي النادي الاهلي. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وقطاع كره اليد بنادي الاهلي، ويمكن يعني زي ما قلنا قبل كده ان يعني راؤول جراسيا
المدير الفني والمسؤول عن قطاع الناشئين لكرة اليد بنادي الأهلي، يعني هو متواجد في نادي الأهلي عشان يطور قطاع الناشئين، ويمكن من أول الحاجات يعني اللي بدأ بيها في خطته لتطوير قطاع الناشئين إنه يعني نظم ورشة عمل للأجهزة الفنية لجميع الفرق في كرة اليد، وكمان يعني جميع المدربين والمدربات والكل يعني العاملين في منظومة كرة اليد، هو يعني عمل لهم ورشه عمل عشان يشرح لهم كل الجوانب الفنيه والخططيه اللي ليها علاقه بلعبه كره اليد عشان يطور يعني القطاع للعبه دي، لعبه كره اليد بالنادي الاهلي. وده طبعا يعني وفقا لاحدث البرامج والاساليب العالميه الحديثه اللي ليها علاقه بلعبه كره اليد. كمان بالنسبه للعبه كره الطايره، امبارح يعني انضم 7 من لاعبي النادي الاهلي لمنتخب مصر، واللي ان شاء الله يعني القائمه منتخب مصر اللي هتشارك في بطوله كاس العالم لكره الطايره، واللي هتقام ان شاء الله يعني خلال الشهر ده يا كريم ونهاوند يوم 26 اغسطس في بولندا وسلوفانيا. ويمكن يعني مصر هتكون في المجموعه السادسه معاها ايران وهولندا والارجنتين، ويمكن 7 من لاعبي النادي الاهلي اللي ان شاء الله يعني هينضموا لمنتخب مصر هم احمد سعيد، محمد عادل، حسام يوسف، واحمد قطب، عبد الرحمن الحسيني، عبد الرحمن السعودي، والليبرو محمد رمضان. دول 7 من لاعبي النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكونوا متواجدين في قائمه منتخب مصر المشاركه في بطوله كاس العالم. كمان امبارح يعني خليني اقول لكم ان مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الأهلي يعني وصل لمصر بعد ما انتهى من يعني عطلته في اسبانيا، رجع خلاص امبارح، وان شاء الله يعني خلال يومين هيبتدي تدريباته بشكل طبيعي مع جميع لاعبي النادي الاهلي اللي كمان يعني رجعوا خلاص من البهامز مع منتخب مصر. هينضموا كمان ان شاء الله للتدريبات الجماعيه ما عدا زي ما قلت قبل كده المحترف الجديد والوفد الجديد لنادي الاهلي والتر هادج، ان شاء الله هينضم مع الفريق بدايه من الشهر القادم استعدادا يعني للمشاركه في بطوله العربيه اللي هتقام ان شاء الله في الكويت في شهر اكتوبر. استجمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم واقول لك يا نهاوند انه يعني فريق العاب القوه بالنادي الاهلي تحت 16 سنه توج ببطوله الجمهوريه امبارح في المركز الاولمبي بالمعادي، ويمكن البطوله دي اللي بيشارك فيها 38 نادي ومركز شباب و546 لاعب و312 لاعبه، ويمكن من النادي الاهلي 90 لاعب ولاعبه من النادي الاهلي شاركوا في بطوله الجمهوريه الالعاب الاخرى، ولكن يعني في النهايه توج النادي الاهلي بطولة الجمهورية تحت 16 سنة. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت اخبارنا النهارده اللي ليها علاقه بجميع الفرق الرياضيه، وطبعا الفريق الاول لكره القدم ومباراته النهارده ان شاء الله مع نادي مصر المقصه في بطوله كاس مصر دور ال 16. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان انا هعود مره اخرى للاستوديو كلمه ليك طبعا يا كريم. في اسئله؟ في بس كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه. ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم للصحافه الرياضيه. هنروح الصحافة النهاردة كريم من البوابة نيوز، وهتكون معنا مراسلتنا العزيزة مريم سميح موجودة دلوقتي عشان تقول لنا أهم المنشطات في الصحف والمواقع، وهي معاها لسه حاجات كتيرة خاصة كمان بكرة القدم الأوروبية. مريم بونجور، صباح الفل عليكي. صباح الخير عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. زي ما انت قلتي تحديدا يا نهاوند، الحقيقة النهاردة تركيزنا الأكبر في جولتنا الصحفية على الدوريات الأوروبية، سواء الماتشات طبعا في أولى جولات الدوري الألماني وأيضا الدوري الإسباني، وأيضا كمان يعني الحديث عن بعض الصفقات النهاردة هيكون معنا. العنوان الأول طبعا من جريدة اليوم السابع، عمر مرموش في مهمة صعبة مع فولسبورغ أمام بايرن ميونخ الدوري الالماني. طبعا بيستضيف النهارده نادي بايرن ميونخ طبعا ضيفه فولسبورغ في المحترف طبعا ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش في الجوله الثانيه من عمر الدوري الالماني. طبعا المباراه هتقام النهارده في تمام الساعه 5:30 مساء. طبعا يسعى الفريق البافاري لمواصله الانتصارات في الدوري الالماني بعدما افتتح مواجهاته في البطوله السداسيه على فرانكفورت واحتل المركز الاول في جدول الترتيب. طبعا من جانبه اكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ انه طبعا هو يرغب في عدم تغيير اي تغييرات في صفوف الفريق النهارده في المباراه، خاصه ان هو شايف ان هم حققوا
نتائج مميزة في المباراة الماضية، وطبعا بيبدأ فولسبورغ مبارياته الدوري الألماني الموسم الحالي بالتعادل بهدفين لكل فريق أمام فيردر بريمن، وشارك عمر مرموش في المباراة أساسيا قبل أن طبعا يستبدل في الدقيقة 67 بزميله لوكا فالشميت. وكان مرموش قد عاد الموسم الحالي لصفوف الفريق طبعا أكيد بعدما قضى الموسم معارا لفريق شتوتغارت والذي ساعدته على البقاء في البونز ليجا، وخاض طبعا فولسبورغ 6 مباريات خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، والنهاردة طبعا الجولة الثانية، ونجح في المباريات اللي كانت في الموسم التحضيري، نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات من أصل 6 مباريات. وطبعا يعني في الحديث في تقرير اليوم السابع عن عمر مرموش وقيمته التسويقية طبعا نجمنا المصري، طبعا يعني اتقال في التقرير ان هو عاد طبعا للتعادل مع فريق وفيرد بريمن بنتيجة 2-2 في اللقاء اللي جمعهم في المنافسات في الجولة الأولى من الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023. وشارك طبعا عمر مرموش زي ما احنا قلنا بشكل أساسي قبل أن يخرج من المباراة في الدقيقة أو يتم استبداله أكيد بزميله لوكا في الدقيقة 67. وطبعا يعني قاد مرموش أيضا فريقه للتأهل للدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا بعدما سجل هدف فوز فريقه في هذه المباراة، وارتفعت أسهم عمر مرموش في بورصة اللاعبين المطلوبين في الميركاتو الصيفي بدخوله دائرة الاهتمام أو اهتمام أكثر على رأسهم إسبانيول الإسباني وبورنموث الإنجليزي، إلا أن طبعا نادي بيتمسك به حتى هذه اللحظة بعد النتائج وبعد ما شارك في تحقيق عدد كبير من يعني الفوز وقاد فريقه لتحقيق عدد من البطولات خلال الفترة الماضية، طبعا رافضا كل العروض التي تلقاها النجم المصري عمر مرموش بسبب قلة القيمة طبعا التسويقية أو قيمة المادة اللي معروضة طبعا أكيد لشراء النجم عمر مرموش. تاني أخبارنا النهاردة من البوابة سبورت، والعنوان ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الليجا من بوابة الميريا. يبدأ فريق طبعا ريال مدريد بطل الليجا حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني اليوم الأحد طبعا عندما بيحل ضيفا على الميريا الصاعد حديثا للدوري الألماني في تمام الساعة 8 مساء. وطبعا يتطلع الفريق الملقي المتوج مؤخرا بلقب السوبر الأوروبي على حساب انتراخت فرانكفورت الألماني بداية قوية في الليجا للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة 36 في تاريخه، ده طبعا متسلحا بكتيبة عدد كبير جدا من النجوم الكبار واللي عندهم خبرة كبيرة جدا كما وصف تقرير بوابة سبورت، لأن طبعا أكيد هؤلاء النجوم حققوا عدد من البطولات خلال الموسم الماضي سواء الدوري أو أيضا دوري أبطال أوروبا أو السوبر الأوروبي في الموسم الماضي. وطبعا بيعتمد المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي على كتيبة الفريق الملكي والخبرة زي ما قلت في البداية، في بداية قوية طبعا لأنه هو عايز يحقق الفوز في مباراة اليوم علشان يقدر يثبت أنه هو قادر أنه هو يحقق الموسم للموسم الثاني على التوالي أو يحقق اللقب للموسم الثاني على التوالي. على الجانب الآخر طبعا نادي الميريا الصاعد حديثا برضو هيحاول النهاردة أنه هو يثبت يعني لبقية الأندية المشاركة في الدوري الألماني أنه هو قادر على تحقيق أو الدوري الإسباني عفوا أنه هو قادر على تحقيق الفوز أكيد خاصة أنه هو صاعد حديثا، وكمان يمكن يعني بيتطلع للفوز على نادي طبعا ريال مدريد أو تحقيق التعادل، وده طبعا يعني يمكن فريق ريال مدريد أو جمهور ريال مدريد على وجه التحديد شايف أنه هو صعب جدا تحقيقه. ولكن الحقيقة أن الألميريا بعد يعني عقد عدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي قبل أن يصعد للدوري أو قبل أن يصعد يعني للدوري الممتاز شايف أنه هو ممكن يحقق النهاردة الحقيقة يعني نتيجة إيجابية. ومن موقع كورة، تشافي بعد خيبة النقطة أمام فايكانو أطالب الجماهير بالصبر. طبعا أبدى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة استياء من التعادل السلبي ضد رايو فايكانو بالجولة الأولى من الليجا، وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أتفهم خيبة الأمل حيث ظهرت الكثير من التوقعات على الفريق، ويجب تحليل المباراة جيدا والتحسن ومواصلة الإيمان بقدراتنا والاستمرار في العمل، ده طبعا علشان يبرر هذه النقطة للجمهور خاصة أن كان
كان في غضب كبير جدا، هو شايف ان هو هيستمر في مواصله العمل والتدريبات حتى يعني يتخلص من هذه الخيبه خلال الفتره المقبله. واتم انه رايو فايوكانو دافع بشكل جيد جدا خلال المباراه، وكلفنا ذلك توليد فرص اكثر من المعتاد. ومن المؤسف التعادل اليوم، لاننا اردنا ان نظهر للجماهير اننا على المسار الصحيح، وهي خيبه امل، ونطلب من الجماهير ان هم يصبروا او نطالب الجماهير بالصبر. أخيرا نمنا موقع الرياضية قدم 65 مليون تشيلسي يطارد فوفانا. وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على طبعا طلبات يعني الفرنسي واسلي فوفانا قلب دفاع فريق ليستر سيتي الأول لكرة القدم في الوقت الذي يبحث فيه عن اتفاق نهائي مع نادي الذي يقيم سعر لعيبه الشاب ب 80 مليون جنيه استرليني. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس، تقدم تشيلسي بعرضين لليستر سيتي طبعا في هذه الصفقة، الأول ب 60 مليون والثاني ب 65 مليون، ولكن طبعا زي ما احنا قلنا في البداية انه تقديرهم لهذه الصفقة هو 80 مليون استرليني. طبعا هم رفضوا بحجة ان اللاعب ليس معروض للبيع من الأساس. ونوهت الصحيفة الى ان ليستر سيتي، وعلى الرغم انه يأمل في استمرار فوفانا طبعا صاحب 21 عام معه موسم اخر او يعني موسم اضافي على الاقل خلال الفترة المقبلة، الا انه لا يمانع في بيعه بعقد بسعر مناسب، خاصة وانه دفع فيه 35 مليون جنيه طبعا اتيا من سانتينتيان الفرنسي في 2020. ويتطلع فوفانا الذي وقع عقدا مع فريق الثعالب لمده 5 مواسم في مارس الماضي، طبعا هتنتهي في عام 2027، الى اللعب في صفوف تشيلسي للحصول على راتب ممكن يصل الى 200,000 جنيه اسبوعيا. طبعا دي كانت كل النهارده عناويننا في جولتنا الصحفيه، واللي طبعا زي ما احنا شفنا وتابعنا ان هي اكثر التركيز فيها على الدوريات الأوروبية وأيضا الصفقات وأيضا القيمة التسويقية الخاصة ببعض لاعبي الدوري الأوروبي. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. قراءة رائعة حقيقي منك زميلتنا العزيزة مريم سريح، نشكرك جدا. أنا وكريم شكرا جزيلا. كل الأحوال إحنا يعني انتهينا كده من الجزء الأول من حلقتنا النهاردة يا حضرات. هنطلع فاصل سريع، وبمجرد العودة إن شاء الله أستاذ سامي وعندنا ملفات حلوة هنتكلم معاك، خليكم معانا. بعد قرار الاعتماد على الفتلاقي والناشئين زي ما حضراتكم عارفين، والنهارده كان معانا خبر في بدايه الحلقه واتكلمنا ان احنا في القايمه باذن الله هيبقى فيه لا يقل عن تقريبا 8 من ناشئين الاهلي اللي باذن الله يقدروا ينتهزوا هذه الفرصه ويثبتوا نفسهم، لان في اوقات كده الفرص لا تكرر مرتين. احنا على مر التاريخ بجد الناشئين بتوعنا رفعوا اسم الاهلي وكتير شاركوا في بطولات واصبحوا نجوم، وده بيكرر او التاريخ بيعيد نفسه مره ثانيه. خلينا نرحب ونتكلم في كل التفاصيل دي كمان بشكل يعني في استفاضه، ونرحب باستاذنا العزيز استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا بقى. صباح الخير. صباح الفل يا استاذ. الحمد لله والسلامه استاذ. الله يسلمك حضرتك. الله يخليك. سعيد بوجودي معاك، منورنا ومشرفنا كالعاده، وبنسعد بوجود حضرتك معانا. وبرده كالعاده عندنا مواضيع كتير وملفات كتير نتكلم مع حضرتك فيها، بس اعتقد يعني لو تسمح لنا خلينا نبتدي من اللي حصل مؤخرا، يعني فكره استقاله كابتن عصام عبد الفتاح من رئاسه لجنه التحكيم، ورد الاتحاد المصري لكره القدم على خطاب النادي الاهلي، وبالتالي قرار عوده النادي الاهلي للمشاركه في الكاس. يعني اللي حصل ده حضرتك شايفه ازاي؟ بدايه انا عايز احط 10 خطوط تحت رؤيه اداره النادي الاهلي للمواقف الصعبه اللي بيمر بيها، يعني موقف من لجنه التحكيم كان موقف يعني الناس شافته ان هو موقف عصبي شويه، لكن هو في الحقيقه نظرة عميقة جدا للحفاظ على حقوق النادي الاهلي. يعني الاهلي ظلم كثير الموسم ده والموسم طبعا اللي فات بجانب الاجهاد العالي اللي عليه، لكن مطلوب ان يكون في عدالة في الملعب. فار موجود، ادارة النادي الاهلي شافت الموقف ساعة الموقف ده ووصلت واصابت فعلا بالفعل الهدف. ان ما يهمناش استقاله عصام عبد الفتاح او غيره، بقدر ما يكون في عداله موجوده منظومه صح موجوده صح في اداره التحكيم للاهلي ولغيره. الاهلي طالب بحقه مره واثنين وثلاثه واربعه، مفيش استجابه. طبيعي انا لما ابقى عايز حقي
ولسه ما فيش رد وفيش استجابه متكرر تاني في حقي الاخطاء، ان انا اخد اجراءات تحفظ لي بقى كرامتي وكياني وغيره وغيره وتبقى مفيده ليا. اعتقد ما فيش حد ممكن ان هو يعني يقول ان ده غلط او ان هو يتضايق من حاجه زي كده. لا طبعا في ناس تضايق، هم حرين بقى يتضايقوا، احنا هنشغل بالنا بقى. لا بس يعني بس لا منطق في المضايقه. نظره يعني الاهلي ده اللي انا عايز اركز عليه، نظره عميقه جدا طبعا وعادله، ويعني تجاوب معها اتحاد الكوره لانه شايف ان في لخبطه موجوده. في راي حضرتك الاصل، تعال نرجع لاصل الحدوته، اتفضل. الاصل اللي حصل والظلم الشبه ممنهج اللي تعرض له النادي الاهلي، بالظبط هي دي النقطه. ليه في راي حضرتك ليه، ولصالح مين؟ لصالح مين ده الله اعلم. طيب لا لا بس هو منهج فعلا. ما كنتش معانا لصالح مين، هجرب حظي في ليه. ليه؟ لا يعني في نوايا غير عادله، يعني هذا فاركو ده انا مستغرب له جدا بالذات، يعني من تواجدي في الملاعب سنوات طويله يعني بفترض اخطاء التحكيم مقبوله، لما اصرار على هذا فاركو ان هو تسلل لا يعني منافي للمنطق، خلينا نقولها كده يعني. ده في تعمد. صحيح تعمد، وانا بقولها بشكل صريح. ومنهجية زي ما حضرتك قلت لتعطيل مسيرة الأهلي. ليه بقى؟ أيوة ليه بقى؟ ليه بقى؟ يعني الأهلي 42 بطولة كفاية قوي عليه، البعض شايف كده يعني بطولة الدوري 42 كفاية عليه، ده غلط كبير. ده منطق غريب قوي. يعني انا فعلا عايز اقول لحضرتك الكلمه دي احنا بنسمعها كاهلاويه اصلا من اشخاص، كفايه بقى كده بطولات، كفايه بقى كده عليكم الدوري، يعني ايه كفايه؟ طول ما انا قادر اكسب يعني انت هتستكتر عليا؟ وكاس العالم للانديه يعني اسمها كده؟ ما تتشطر انت وتحاول توصل لي، ده موروث يعني بقى عندنا. بدل ما انا يبقى كفايه عليا حاول انت توصل لي. للاسف الشديد، عشان كده الخطوه اللي عملها اتحاد الكوره بنقل مسؤوليه اداره التحكيم لحكم انجليزي خطوه مهمه جدا جدا جدا، على امل ان يعود العداله في التحكيم لجميع الفرق المشاركه في الدوري. بالظبط على الكل. على الكل، احنا ما بنقولش على النادي الاهلي بس. انا بطل مستحق، انا وصيف مستحق. بالظبط مفيش فرقه هبطت على لانها مقصره لحد ما، وفرقة صعدت لها مستحقة. فبالتالي أنا شايف أن نقل إدارة التحكيم للخبير الإنجليزي نقطة مهمة جدا، أأمل أنه يعني يكون يعني هو كمان عادل العدل كبير وينقل عدالته لجميع أسرة التحكيم. وده يعني أنا برضه بكرر الشكر إدارة النادي الأهلي أن هي حركت المية الراكدة وأصابت الهدف. الدوري تقريبا بعيد بس أصابت هدف تاني مهم جدا، هو تحقيق العدالة في المسابقات الكروية المصرية، ودي نقطة مهمة جدا يا أستاذ كريم. لأن أنت يعني الواحد بيتفرج دلوقتي بشكل مستفز. أيوه أيوه بالظبط، بشكل مستفز جدا. ايدي وايدي وايدي يعني ازاي يعني بصراحه يعني موسم هو وضع عجيب على بعض الحقيقه، يعني موسم صعب جدا. موسم صعب واللي فات واللي جاي نتمنى انه ما يكررش. مش عشان الدوري بالاهلي، لا المتعه مش موجوده. لا ما فيش، دي حقيقه متعه مش لان العداله غايبه. ما هو ما بيبقاش فيه متعه لما العداله تبقى غايبه. بالظبط كده. طيب خليني اروح مع حضرتك لان حضرتك صحفي كبير وياما كان ليك باع في مانشيتات قويه على مدار يعني تاريخ كبير جدا استاذ سامي. في حاجات زي كده مشابهه لاحداث يعني خاصه بالنادي الاهلي، لو هتكلم تحديدا عن المدير الفني سواريش، ناس كتير دلوقتي تبتدي ان هي تتكلم بلغه ان هو اصلا ينفع مع النادي الاهلي. طب هو السي في ماشي مع النادي الاهلي. انا عارفه ان ده حصل قبل كده مع مدربين كتير جدا لو هنتكلم عن نفسنا، ومنهم مانويل خوسيه اللي هو كان واحد من افضل مدربي الاهلي على الاطلاق. كله بينتقد في الاول وفي ناس ما بتصبرش. على مر التاريخ كده ادينا فكره ازاي برضو كان رد فعل الجماهير مع مدربين فنيين جداد لبعض الانديه، خصوصا لو هنتكلم عن النادي الاهلي. اتكرر يعني المشهد ده قبل كده كذا مره. طبعا جماهير الاهلي لا حق ما تصبرش،
عايز على طول بطولات موجوده وانتصارات. بس اللي انا شايفه ما سوالش في هذا الموسم مش ذنبه، يعني مش ذنبه خالص. هو جه ثلث موسم اخير والدنيا متازمه، ايوه، والعداله غائبه في الملاعب، فبالتالي انا بشوف ان سواريش ما خدش فرصه عشان اقيمه كناقد يعني. والحكم عليه هيبقى حكم يعني مش فارق، مش مظبوط قوي، لان هو ما خدش فرصته فعلا. انا عايز بس استاذن حضرتك، لان اكيد الكلام عن سواريش هيطول، فاحنا لازم نطلع فاصل. فبستاذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلام. كلامنا لسه مع استاذ سامي، كنا بنناقش قضيه اعتقد قضيه مهمه جدا، لان ناس كتيره قوي بتتكلم فيها. ليه بيتكلموا فيها؟ وحتى الاهلاويه بيتكلموا فيها. هل انا اقدر دلوقتي اقول سواريش مناسب للاهلي ولا مش مناسب للاهلي؟ ولو بعدنا عن اسم سواريش اصلا، امتى اقدر انا كجماهير على مدار التاريخ ده كمان لو حصل اقول على المدرب ده كويس ولا لا؟ ابتدي ادي احكام، ابتدي اقول كلام سلبي، ابتدي اقول كلام ايجابي؟ يعني هل الصوره دلوقتي كافيه ان احنا نقول حاجه زي كده او نتكلم باللغه دي؟ نرجع تاني اللي قلناه قبل ما نستكمل كلامنا. بالظبط، سواريش جه في وقت متاخر جدا من الموسم، وكان ظروفه بيلم الموسم، ظروفه يعني الى حد كبير مرتبكه طبعا. فبس انا بقيمه مع بدايه من النهارده في كاس مصر، لازم يستهدف البطوله دي. اوكي، يعني هي يعني كاس مصر الاولى النسخه اللي فاتت ضاعت، الدوري تقريبا بعيد عنه، لكن مع قرار الاداره بالاستعانه بتصعيد الناشئين والوجوه الجديده في قدر من الحماسه واضح جدا في العناصر الجديده الموجوده. فبالتالي يعني انا شايف انه لازم يستهدف كاس مصر. اوكي، النسخه الحاليه بدات من ماتش النهارده مع المقصه، فده تقييم بتاعه هو، يعني هو اللي بدا هذه النسخه ولازم ينهيها على خير. اذا هربت منه لا قدر الله، يعني رايي كناقد رياضي ان دي النهايه. هو على طول كده، الحصول على البطولات هو المقياس الاول في تقييمنا لاي مدير فني. يعني زي ما حصل لو تفتكري اول ما جه بيتسو موسيماني، وكان برده كان حظه حلو الحقيقه في الفتره اللي جه فيها، جه استكمل مشوار بطولات وزود عليها بالزبط. فكلنا كنا بنتعامل معاه من منطلق ان الراجل ده صانع للبطولات. لو ده ما اتكررش مع غيره معناه ان في عيب في غيره. سؤال ممكن اكمل سؤال كريم، لان سؤال كريم حلو جدا. هل انا بقيم بالحصول على البطولات ولا بقيم بالتطوير اللي حاصل للفرقه؟ لان خلي بال حضرتك موسيماني كسب، ما كانش لسه عمل اي حاجه على الارض، بس كسب لان الظروف وقتها كانت كده. دلوقتي انا لما اجي اقيم وابقى فار بقى ببطولات، لان البطولات مش شرط تحسب بتطوير على الارض، ولا بالتطوير او بالاثنين يعني؟ هو الامرين مع بعض. بس يعني ده بيجيب ده برضه، يعني التطوير مهم جدا والبطولات مهمه جدا بالنسبه للاهلي، معادله ثابته يعني. فموسيماني جه في وقت الفرقه فيه منتعشه وقويه ومتماسكه، فكمل مسيره موجوده. طب اما يعني لما حس ان رايي برضه، ايوه، لما حس ان المساله ابتدت تهرب من ايده ومش شايف ان رؤيه كويسه في البطولات اللي جايه، انا شايفه انه هرب. اوكي، فيعني لا مش هنقول هرب بقى يعني، لا مش هنقول بقى. اي مدرب نهاوند اي مدرب هو ضيف على فرقته يعني، ظروف اضطرته يعني. ماشي، يعني حساباته. السلام عليكم. وعليكم السلام. فبالتالي انا شايف ان موسيماني كان ظروفه احسن كتير من سواريش. طبعا بس سواريش عنده فرصه مع الدعم الموجود من الاداره والعناصر الجديده اللي طالعه، صحيح، انه يحقق بطوله كاس مصر عشان نفسه، أيوة، عشان الجماهير برضه تقدر تقيمه وياخد فرصه ثانيه من بدايه الموسم الجاي.
لا اتوقع انه هيكون موسم قصير شويه. هو مش المفروض ان في دراسه هتتعمل بان الموسم الجديد يبقى مكون من يعني دور واحد بس عشان يبقوا قادرين يتحكموا في بدايه الموسم ونهايته؟ بالظبط، يعني ده طلب فيتوريا مدير الفني اللي عنده ارتباطات كثيره جدا للمنتخب، ومش ممكن يعني نكرر نفس الماساه. بالظبط، لعبت الاهلي لعبوا 75 مباراه وكل ثلاث ايام، يعني احنا مش بنلعب مباراه في موسم الترتيب اللي بعده نادي الزمالك 35 مباراه، شيء لا يصدقه عقل والله، يعني هد بدني للفرقه. وان شاء الله انا اتوقع الموسم الجاي واتوقع كاس مصر للاهلي نتمنى ذلك. بس عامة الشغل اللي بيحصل على الأرض شغل محترم جدا، أنت بتتكلم في كل المستويات، فأنا شايفة إن شاء الله إن خير. كان قدوم اسمه إيه؟ مارك إيه؟ كلاتنبرغ برضو كويس جدا، والحاجات اللي طورها مع الدول المختلفة اللي تاني هرجع أقول تجربته تحديدا الأخيرة مع اليونان، لأن أنا قريت بقى عنها بالظبط إيه وبتاع. لا الراجل عمل شغل محترم جدا، نتمنى نقل هذه الخبرة عندنا في مصر، إحنا محتاجين ده جدا. فإن شاء الله خير. الوقت بيجري أستاذ سامي، إحنا آسفين جدا بس للأسف لازم نختم. ده بيتك بقى عامة، حضرتك مش ضيف يعني. مش ضيف تنورنا في كل مره يا فندم، وسعداء بوجودك معانا وبنشكرك جزيل الشكر. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات، والفقره الجايه ان شاء الله هتنورني الدكتوره دينا بالسعود اللي كانت موضوع يهم كتير جدا منكم، خليكم معانا. يا اهلا بيكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وخلي بال حضراتكم الموضوع اللي هنتكلم فيه على بساطته الا انه في منتهى الاهميه اللي في الدنيا، بينتج عنه أو بتحديدا بينتج عن الإفراط فيه أو التقليل منه مشاكل كتيرة جدا في الجسم. أنا بكلم حضراتكم عن المية، ده اللي هنتكلم فيه مع دكتورة دينا أبو سعود اللي منوراني في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك يا دكتور، أهلا بيكي. ازيك يا كريم؟ ربنا يخليك. الحمد لله كله تمام الحمد لله. أنا واحد من الناس بقى يا دينا عندي مشكلة مع المية، ابتديت أخد بالي مؤخرا إن أنا فعلا كنت عايش غلط الفترة اللي فاتت، بإن أنا أكاد أكون ما بشربش مية غير كل فين وفين. تعالي نبتدي بيا وباللي زيي، الناس اللي ما بتشربش ميه غير كل فين وفين، وبيستبدلوها بسوائل تانيه عصاير تانيه مشروبات غازيه، وانا عارف كويس رايك فيه. فالموضوع ده الى اي درجه هو موضوع خاطئ؟ بص يا كريم، هي الميه اساس كل شيء حي طبعا. الموضوع ده خاطئ جدا، يعني جسمنا عباره من 50-70% منه ميه. كل خلية في جسمي وكل نسيج في جسمي وكل عضو، شعري، جلدي، بشرتي، أعضائي، كلها محتاجة مية عشان تؤدي وظيفتها. المية مهمة لحاجات كتيرة جدا، من أهم فوائد المية أنها بتعمل حاجة اسمها ديتوكسفيكيشن، هي اللي بتطرد السموم من الجسم. لو ما شربتش مية كويس السموم هتفضل موجودة في الجسم وبتعملي مشاكل. المية بتعمل على سرعة معدل الأيض، ناس كتير مش عارفة كده. والمية الساقعة، في مقولة مثلا ناس تقول لك ايه، اشربي مية سخنة على الريق دي اللي بتحرق الدهون، ان المية السخنة تنزل تحرق الدهون. لا ده مش صح، المية الساقعة هي اللي بتحرق الدهون وهي اللي بتزود عندي عملية التمثيل الغذائي وعملية الحرق. عندي كمان انا لما بشرب ميه لازم تكون متلجه، وانا اقول دهوني راحت فين، دهوني راحت فين. ده الموضوع انت بقى. في نعمه يا كريم اللي ما عندكش دهون، يعني ده انا بقوم عين في ان انا بعمل الحاجات الغلط، يعني في امعان في الموضوع. انا ما اعرفش معلومه الميه الساقعه دي، واعتقد برضو ممكن يكون في البعض من حضراتكم يمكن يبقى اول مره بيعرف الحكايه. بالظبط، الميه الساقعه هي اللي بتدوب الدهون. بالظبط، والميه كمان ليها فوائد كتيره جدا، ليها تدعيم طبعا الصحه الجسديه والصحه النفسيه الاثنين، وليها فوائد في عمليه الهضم. حتى تلاقي ناس كتير مثلا لو عندها امساك يقول لك اشربوا ميه كتير. أوكي. عشان الميه بتظبط عمليه بتسهل الاخراج وبتظبط عمليه حركه الامعاء. فالميه اساس كل حاجه حيه، دي بتعمل ديتوكس، بتظبط الصحه النفسيه، بتظبط نضاره بشرتي، شعري الجاف بنقول لك اشربي ميه. الشعر الجاف يمكن حتى لو يسالوني طب نعرف ازاي ان احنا بننسى نشرب ميه. الشعر البنت شعرها جاف جدا مثلا يبقى اكيد عندها نقص في الميه شديد. اليورين لون البول لما بيبقى غامق على طول لازم تشرب ميه.
ليه؟ دي اشاره لايه؟ دلاله على ايه؟ اللون البول لما يبقى غامق يبقى احنا بنشرب اقل من 2 لتر ميه في اليوم. هو المعدل الطبيعي للستات من 2.5 ل 3 لتر في اليوم، الرجاله اكتر شويه. طب احنا يعني كلامك الشويه اللي فاتوا دول ماشيين في سكه المشاكل اللي هتحصل في حال عدم شرب الكميه الكافيه من الميه. طب الوضع المعكوس بقى، الناس اللي بتشرب ميه كتير ولا الميه ما فيهاش مشكله؟ لا بص، هو مين فينا بيشرب اكتر من 3 لتر ميه في اليوم؟ يعني بيبقى صعب. احنا يا ريت نعرف نوصل للقدر الكافي. بالظبط. الرياضيين بيحتاجين ميه اكتر طبعا. يعني الرياضيين واللي بيلعبوا رياضه كتير وبيعرقوا كتير، لو مشربوش ميه اكتر من الناس اللي ما بتلعبش رياضه هيحصل لهم جفاف. بالذات بقى الرياضيين كمان اللي بياخدوا مكملات غذائيه وبروتين و و و برضه ما اعرفش مدى صحه الكلام ده، بس يقال ان الواحد لازم يعمل حاجتين لو هو بياخد مكملات غذائيه، وخصوصا من الصنف اللي بياخدوه في الجيمات. يعني الرياضيين بتوع كمال الاجسام، انه لازم يشرب ميه كتير طبعا. تمام، دي حاجه دايما بتتقال طبعا. وانه لازم يحرق من خلال التمرينات اللي هو الباودر اللي هو بياخده. برضه الكلام ده مظبوط ولا مش؟ طبعا الكلام ده مظبوط، النقطتين صح. طبعا لان كمان الرياضيين بياخدوا كالوريز اكتر من الناس العاديه، فلازم عشان يتمرن بياخد كالوريز اعلى طب بكتير. لو خد الكالوريز الاعلى دي وما اتمرنش اصلا او ما اتمرنش كما ينبغي، لو الرياضيين بتشوف رياضيين كتير اول ما بيقعدوا بيتخنوا. لانهم اتعودوا على كميه اكل معينه. طب في حاجه بتترسب في الكبده، انا بسالك اصلا عشان كده، الكبد او الكلى، هل لو الواحد خد مكملات غذائيه ومالتي فيتامينز و هل الحاجات دي لو ما اتحرقتش كما ينبغي، او لو لم يتم امتصاصها كما ينبغي، هل بينتج عنها ترسبات ما بتحصل على الكلى او على الكبد؟ الزياده عن الحد ممكن يتقلب ضد، عشان كده بقول ما نزيدش في المكملات الغذائيه غير بالجرعه المصرح بيها، سواء من الدكتور اللي بيكتبها او من وزاره الصحه او من هيئه سلامه الغذاء. ما ينفعش نكتر في المكملات الغذائيه ولا الفيتامينز ولا الباودرز ولا البروتينز اللي بتتاخد والامينو اسيدز والحاجات دي. وهرجع كمان على قصه الميه الكتير، لما قلت لي لو شربنا ميه كتير زياده عن اللزوم بيحصل مشكله في الصوديوم، اكيد بيحصل مشكله وخلل في نسبه الصوديوم، وممكن يحصل مشاكل في الضغط، ممكن يحصل هبوط في الضغط. عشان كده لما مثلا الكبار شويه في السن يقول لك ايه، بلاش ملح كتير، الصوديوم ملح. لكن ساعات يخافوا قوي عشان الضغط ما يعلاش فيمنعوا الملح خالص. ممنوع ان احنا نمنع الملح خالص، لان القلب محتاج ملح والمخ مش ملح، الصوديوم يعني والمخ محتاج ملح. فدي حاجه مهمه برضو وتتاخد في الحسبان. طب احنا عايزين نتكلم بقى شويه عن يعني فيستا من الزاويه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الميه تحديدا. جاي اتكلم معاك النهارده برضو على منتج مهم قوي للناس اللي حاولت تخس بالدايت، سواء ستات او رجاله، مشوا على انظمه غذائيه وما خسوش. الناس اللي عندها شراهه ومش قادره تمشي على دايت، احنا كمصريين بنحب الاكل قوي، فصعب انك انت تحرمني من حاجه. فمن اقوى المكملات الغذائيه المعروفه دلوقتي جدا والمصرح بيها من وزاره الصحه المصريه هو بيستا. بيستا اولا امن جدا، ليه قوه ثلاثيه، لان هو ده اللي بيميز بيستا عن اي مكمل غذائي اخر بينقص في الوزن. من اهم الفوائد بتاعه بيستا انه بيتكون من ثلاث انواع من الالياف الغذائيه الطبيعيه اللي بتساعدني على حرق الدهون اول حاجه، وبتساعد على انتظام معدلات الشبع عندي والشراهه في الاكل. يعني ده بيسيطر على الثلاثه دول كلهم. ازاي؟ لو هتكلم الناس اللي حاولت تخس بس مش عايزه تحرم نفسها من الاكل، مهم قوي ان انا اقلل اكلي عشان اخس والعب رياضه. ناس تقول لك لا انا مش عايزه العب رياضه وعايزه اخس ومش عايزه اقلل اكلي، طب اعمل ايه يا دكتوره دينا؟ بناخد بيستا زي ما انا قلت، مرخص بوزاره الصحه المصريه، موجود في الصيدليات او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. باخد بيستا ساشت واحده قبل الاكله الكبيره. يعني احنا عندنا مثلا انا نازله دلوقتي معزومه على الغدا وخايفه ان انا اكل كتير، باخد معايا ساشت على طول قبل الاكل بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره. ليه بقول كوبايه ميه كبيره؟ لانه كله الياف. من اهم الالياف اللي بتساعد جدا على انقاذ الوزن داخل بيستا الشوفان. ومحدش يقول لي انا هاخد شوفان بره، لان الشوفان خداع،
الشوفان لو اتاخد منه كميات كبيره بلس ان اللي بياخد شوفان يا اما بيحط عليه عسل يا اما بيحط عليه لبن كامل الدسم يا اما فهيبقى السعرات الحراريه بتاعته كتيره. بيستا ما فيهوش سعرات حراريه، ما يعديش الساشت ما يعديش 10. طب ازاي ما فيهوش سعرات وهو فيه شوفان؟ الشوفان ما هو لان الشوفان اللي بيتاخد اللي بناكله. هو انت تقصدي ان سعرات الشوفان مبنيه على البروسيسنج بتاعه على حسب انا باكله ازاي او مع بالزبط. ايه كمياته لو كبيره يعني اخذنا كتير من الشوفان هندخل. لو خلطناه مع عسل مع مكسرات والحجموز كل الحاجات دي بتعمل سعرات حراريه. فكنت اقول لك الب مالتي فيت، هتكلم على الب مالتي فيت. العمليه في بيتها ما روحناش بعيد. فبيستا من اقوى المكملات الغذائيه اللي بتساعد جدا على انقاذ الوزن. زي ما انا قلت الشوفان، رده القمح من الالياف المهمه جدا اللي بتقدر تحرق الدهون، وقشور السيليوم. قشور السيليوم بيقدر يحرق لي الدهون، يحرق لي النشويات اللي انا باكلها. والحلو في بيستا ان انا بعد حتى ما بخلص اكل، احنا دلوقتي الالياف دخلت المعده ونفشت لانها بتمتص الميه وبتنفش، فالحيز اللي هاكل فيه بقى قليل في المعده، فانا مش هعرف اكل الكميه اللي انا اكلتها. بلس ان هفضل شبعانه 5 ساعات 6 ساعات، هفضل شبعانه لان اوريدي رده القمح ما بتتهضمش بسرعه. انا اول مره اسمع عن رده القمح، انا اسمع عن جنين القمح مثلا، وغالبا ما بيكون مرتبط بزياده الوزن. بيتهيألي برضه لو انا مش غلطان، لكن رده القمح دي جديده برضه. مشتق من مشتقات القمح، بيساعد جدا على انقاذ الوزن وبيساعد على حرق الدهون الصعبه. جميل. طيب خلينا بقى نشوف يعني ايه معادل بصري للي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم، ونشوف تجربه حيه. شخص اسمه الاستاذ علي كان بيعاني من سمنه مفرطه في وقت من الاوقات، وبعد التعامل مع بيستا الوضع اختلف شويه. خلينا نشوف حصل ايه مع علي. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس. صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. طيب ده نموذج، دي حاله، واكيد انت يعني مر عليك العشرات ان ما كانش اكتر من الحالات دي. طيب بما اننا بنتكلم عن فقدان الوزن، في ناس لما بتيجي تخس ايا كان الاسلوب اللي هي خست من خلاله بيبقى في نقصان شديد في الوزن وفي زمن قد يكون قياسي عند بعض الحالات. النزول الشديد في الوزن ده ما بيبقاش مرتبط باي اثار تانيه جانبيه، اي اعراض تستجد على الشخص اللي فقد كم كبير من الوزن في زمن قليل؟ في ناس بتجيب معاهم مشاكل في تساقط الشعر، في ناس بتجيب معاهم مشاكل في ترهل الجلد الى اخره. نعمل ايه بحيث ان احنا نخس من غير العواقب دي؟ الشعر والبهتان بتاع البشره. أيوة. والارهاق والكلام ده. شركه بايو ناتشرال مقدمه مع بيستا مالتي فيتامين رائع، مكمل غذائي كله فيتامينات ومعادن، داخله 13 فيتامين ومعدن اسمه الب مالتي فيت. الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، داخله فيتامين سي. طبعا بيستا كمان في فيتامين سي، ما لحقتش اتكلم ان فيتامين سي غير انه بيساعد على امتصاص الحديد ونضاره البشره والشعر، بيساعد على حرق الدهون، ودي الدراسات الاخيره اثبتت ان فيتامين سي بيساعد على حرق الدهون. الب مالتي فيت داخله فيتامين سي بيعلي المناعه جدا، فدي حاجه مهمه ان انا وانا بخس ما يحصليش ضعف في المناعه. طبعا لا، وبالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. بالظبط. طبعا الب مالتي فيت اللي بيميزه انه الاقوى كمضاد اكسده، ودخله كل عائله فيتامين ب. فيتامين ب مهم للاعصاب بتاعتنا، مهم لعمليه الحرق وعمليه التمثيل الغذائي، مهم جدا للمخ، مهم للدم، الكوبالامين مهم لانتاج كرات الدم الحمراء، كل والفوليك اسيد موجود داخل الب مالتي فيت. وعندي داخل الب مالتي فيت كمان الكالسيوم المهم لصحه عظمي ومهم لانقباض عضله القلب
الكالسيوم. وعندي طبعا داخل ألبا مالتي فيت الزنك، احنا عندنا اعلى تركيز في الزنك 23.9، المهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهم للشعر والبشره. حلو، يعني الاثنين بيوزنوا بعض، او لما الواحد يتعامل مع المنتجين بالظبط معناه انه هيحصل على الخسيه اللي هو اللي بينشدها وفي نفس الوقت هيحافظ على صحته. بيستا كمان اللي عايز يثبت وزنه، يعني مش بس انا اخس واسيب، ما انا لو سبت بيستا هرجع ممكن ارجع اكل تاني واتخن تاني. في ناس عايزه ما تتخنش فممكن تاخد ساشه واحده قبل الاكله الكبيره عشان تثبت وزنها. هو دي يعني التفصيله دي بتحصل دايما ليه؟ سواء مع الناس اللي عايزه تزيد فبتلجا مثلا لفواتح شهيه، او الناس اللي عايزه تخس فبتلجا للنوع ده من المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها. ليه لما الواحد بيتوقف عن الشيء اللي هو واخده كمكمل او كمخسس انجاز التعبير، يعني بيرجع كل حاجه زي ما هي؟ علشان ما بيمشيش على اللايف ستايل الصح. يعني انا خسيت وكل حاجه، بس برجع تاني بعد ما بخس ارجع تاني لللايف ستايل. انا بقول اللايف ستايل مهم. يمكن ناس كتير مش عارفه النوم المتاخر ده بيتخن، على فكره النوم المتاخر ده بيتخن، يعني النوم المتاخر الجسم بيحصل له ديتوكسفيكيشن بالليل. الاسترس القوي جدا ده بيتخن، لان الاسترس اول ما بيحصل استرس، او يعني ايه استرس بالعربي يا كريم؟ ضغط عصبي. الكورتيزول بيعلى. احنا عندنا الهرمونات بتتحكم كمان في الخسيه والتخن. الهرمونات زي مثلا هرمون الكورتيزول لو عالي هيحبس لي ميه في جسمي. عندك هرمون الانسولين اللي مسؤول عن تخزين الدهون في الخلايا. الانسولين لو حصل له برضه لو حصل مشكله مقاومه انسولين او انسولين ديستربنس او وات ايفر، معدل الانسولين مش صح، هيحصل لي تخن. وعايز اقول لك ان بيستا كمان بيظبط معدل الانسولين، نسبه الانسولين في الدم، دي حاجه مهمه لانه بيحتوي على الكارنتين وبيحتوي على الكروميوم. عندك الحاجات كمان اللي بتتخن الغده الدرقيه لما يحصل لها مشكله. انا ذاكرت كيمستري معاكي وانا في ثانويه عامه دي، كنت هتفرقي معايا كتير قوي في حاجة. كريم انا كنت الاولى على دفعتي اخر سنه. ما عنديش ذره شك في ده، متاكد من ده. وبعدين الغده الدرقيه، مشاكل الغده الدرقيه الثايرويد جلاند لما بيحصل لها مشاكل، عشان كده الستات احنا عندنا اكتر من 60% من الستات عندها خمول في الغده الدرقيه. اول ما الغده الدرقيه بيحصل لها خمول وهرمون الغده الدرقيه بيقل بيحصل تخن. والتخن او السمنه لازم نركز في الموضوع ده جدا. الموضوع مش جمالي، مش البنت مثلا ايه ده تخين دي رفيع، لا دي القصه مش كده، القصه الصحه. لو دخلنا في سيفير اوبيز لما نعمل المعدل بالظبط المعدل كتله الجسم ويعدي لي ال 35 و 40 لازم اقف، لان مشاكل السمنه غير بقى الشكل. احنا في غنى عن لا قدر الله السكر، لا قدر الله امراض القلب، لا قدر الله امراض الضغط، كل الحاجات دي اساسها السمنه. للاسف يعني انا بشوف ان في كتير مننا مش بيتعامل مع البند ده كما ينبغي، اللي هو بند الاكل. احنا لا بناكل صح، ولا بناكل في التوقيتات الصح، ولا بناكل النوعيات الصح، فبينتج عنها اما خسيه او زياده في الوزن او كوليسترول او كذا. صح. احنا محتاجين نغير في ثقافتنا الغذائيه كشعب. ده لازم نغير. يعني انا في حكمه كده بحبها، يعني ان احنا لما الناس بتقول لك ايه، انا بعيش عشان اكل، يعني انا الاكل ده متعه الحياه. اصل الاكل بالنسبه للناس هو من مباهج الحياه. بالظبط، هو حاجه جميله، لكن بلاش نخلي الكونسبت انا عايش عشان اكل، لا انا باكل عشان اعيش. خلي بالك انا كنت املى من كده بكتير. قصه لا انا اخدت اللي قلت لا لازم اقف، ان انا اكل عشان يبقى عندي طاقه عشان اعيش. وبعدين خلي بالك الاكل ناس كتير مثلا بتقعد تاكل، المفروض ان الشبع بيحصل بعد تلت ساعه، فكله بالراحه هتحسوا بالشبع بعد تلت ساعه، لكن اول ما مثلا بتغدى بفضل اكل 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 اكل، ما بحسش بالشبع غير بعد تلت ساعه، بس اخدت كميه كالوريز رهيبه وانا ما بتمرنش. الكالوريز دي هتروح فين؟ هتتخزن دهون اكيد. طبعا فلازم يبقى عندنا الوعي ده. يعني طيب برضو عشان الوقت ما يسرقناش، عايزين نعرف منك هل في حد ادنى من العمر اللي يقدر يتعامل مع بيستا؟ احنا كمان خلي بالك في الفتره الاخيره بقينا بنشوف حتى اطفال بيعانوا من السمنه المفرطه. كتير من الاهالي واولياء الامور عندهم مشكله كبيره. صح. مع اولادهم. صح. وتلاقي ولد يمكن في سته ابتدائي في بعض الاحيان وتلاقيه
ما شاء الله يعني هو ده الاهالي ليها عامل كبير جدا لان السمنه يعني انها تيجي في الاطفال دي كارثه اعتقد يعني اما لما يكبروا شويه برضه فيها عنصر وراثي لحد طبعا لو هتكلم عن اسباب السمنه منها الجيناتيك طبعا عنصر وراثي ومنها سمنه اللي بيقولوا سمنه المطبخ او حاجات مكتسبه او في امراض بتؤدي الى سمنه يعني عندي امراض بتؤدي الى سمنه وعندي ادويه احيانا زي الكورتيزول بتؤدي الى سمنه الاطفال لو هتكلم على بيستا امن من سن 13 سنه ازاي اقدر احصل على بيستا او الكورس بيستا والب مالتي فيت يا اما من الصيدليات يا اما من طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه وشركه بايوناتشرال عندنا داخل الشركه متابعه من الدكاتره لاي حد بياخد الكورس بيقدر يتابع مع الدكتور عن طريق الشركه او الارقام اللي ظاهره على الشاشه. عظيم اعتقد يعني الصوره كده اصبحت كافيه ووافيه بالنسبه لحضراتكم تقدروا تتعاملوا طبعا مع يعني هذه المنتجات من خلال الارقام الموجوده. انا بشكرك نورتينا ربنا يخليك جزيل يا كريم شكرا على وجودك معانا في حلقتنا النهارده وان شاء الله نشوفك على خير في الحلقات الجايه ان شاء الله والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم بل وعلى حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده اشوفكم على خير في يوم جديد ان شاء الله وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي الى النهارده